حالت تركي تفجر مفاجأة عن خضوعها لعملية تجميل في منطقة حساسة. أثارت الفنانة البحرينية حالة ترك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ظهورها في فيديو صادم أثناء مشاركتها في أحد الإعلانات، إذ ظهرت وهي تستعرض قوامها وتقف في وضعية مثيرة تلفت الأنظار إلى أرضافها. وتسبب الفيديو في تعرض الفنانة البحرينية حالة ترك لموجة حادة من الانتقادات، حيث أثار انتباه الجمهور خلافا عن وضعيتها الجريئة ما بدت عليه أردافها التي كانت لا تتناسب مع جسدها، وهو ما جعل الجمهور يتهمها بأنها أجرت عملية لتكبير الأرداف. وانتقد الجمهور وقفتها التي اعتبروها أنها حاولت من خلالها استعراض جسدها، حتى أنهم ذهبوا لأبعد من ذلك في التعليقات وأنها تضع إسفنجة أو مؤخرة صناعية، ومما جاء في التعليقات عليه شنو يعني الوقفة وخلاص شفناها لا ينكسر ظهرك يابا، وهذه قبل سنتين طفلة كيف كذا، وتربية دنيا بطمة واضحة، والعمود الفقري أنا متحمل وساكت. كذلك أثارت حالة الاهتمام في جزء آخر من المقطع برقصها بطريقة اعتبرها بعض المعلقين مثيرة للجدل. يذكر أن حالة ترك أثارت الاهتمام مؤخرا بعدما نشر مقطع لها وهي تقف على شرفة المنزل وتصفق تحية للطواقم الطبية التي تبذل الجهود من أجل علاج مرضى كورونا. ويذكر أن الفنانة البحرينية حالة ترك من مواليد 15 مايو 2002 اشتهرت في سن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب جوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها. ومن الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون عن حالة ترك أنها مولودة لأب بحريني وأم سورية، بدأت مشوارها من خلال برنامج ستار صغار بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبوظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايته الحقيقية في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب جوت تالنت، واشتهرت وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة. وبعد فترة طرحت أغنية بابا نزل معاش ونامي وبنتي الحبوبة التي وصلت متابعتها 265 مليون مشاهدة، واستمرت بالعمل كممثلة أو حتى مغنية. وقدمت حالة ترك مع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات هو وهاي وهي، وبث البرنامج على قناة MBC One في شهر رمضان من العام 2014.